الاظافر كتهرس بسرعه. كيبدا الطبيب دائما كيسول شوف اشنو كاين لداخل، لان الجلد علامه. اليوم حنا غنساعدو بهاد الامور اللي غنشوفوها معك. الوقيته ديال البرد الى جينا نتكلموا كريمه، شنو هي اهم الامور اللي خاصها السيده تاخذها بعين الاعتبار باش انها تحافظ على تطيب بعد ديال الذات ديالها او الجلد ديالها؟ اول حاجه في هذا الفصل هذا ضروري من شرب الماء، هذه حاجه مؤكده، وضروري مره نرطبوا وجه ديالنا مره في الصباح، كريم دو جور كريم دو نوي، وما فيها باس نساعدوا الوجه ديالنا بالوصفات الطبيعيه. نعم. لذلك اليوم ان شاء الله غادي نطرق لكم الموضوع ديال السيرومات، كيفاش نحضروا السيرومات في البيت ديالنا، الوجه، الشعر، كذلك الهالات، الاظافر، يعني غتكون مجموعه من الوصفات الطبيعيه وفي المتناول ديال كل سيده. نعم ممتاز. اذا كريمه اللي انت متخصصه في تصنيع مواد التجميل الطبيعيه، فاحنا اليوم غنستافدوا من الخبره ديالك في هذا المجال، واننا غنشوفوا حاجات اللي الناس ربما كاين الناس اللي عنده امكانيات باش انه كياخذها، كاين انسان اللي ربما على قد الحال، والناس دائما كتبحث على ان هذه الحاجه اللي ديرها يا اما تعطي نفع يا اما ما تكونش لا ضرر ولا ضرار على الاقل. حنا ملي تنتكلموا على الاظافر ولا كنتكلموا على البشره ملي تنتكلموا على الشعر ايضا، هادو الاهتمامات ماشي غير ديال النساء اليوم، حتى ديال الرجال بطبيعه الحال. دونك حنا غنبداو الخواطر ديال الجميع. شنو الحاجه الاولى اللي غنقدروا نعطيوها للسيدات والساده؟ واكيد مرحبا بالاسئله ديالكم على 0522 36 05 36. تفضلي. اول حاجه غادي نعطيهم واحد السيروم ديال الحبوب، يعني سيروم ديال حب شباب كنحطوه على الحبه. المكونات ديالو غادي نحتاجوا واحد المعلقه كبيره ديال جل الويفيرا، ايوه، وجوج قطرات من زيت شجره الشاي، ايوه. غنشدو هاد جوج ديال المكونات غادي نخلطوهم مزيان حتى غيتغير اللون ديالهم اللون بيض، وغادي نديروهم في شي بواطه وغنبقاو نهزو بالكوطونتيش ونحطو على الحبه. نعم. بالليل الصباح كتصبح كارمه، يعني نعم. فيما تبان لكم شي حبه او الناس اللي عندهم حب شباب ولا الحبه اللي كتدير حبه هرمونيه كنحطوها الصباح كتصبح كارمه، مع المداومه كتختفي. نعم، حنا كيف كنعرفوا ان حب شباب من الامور اللي كيكونوا عند بزاف ديال الشباب في فتره المراهقه، وايضا تيكونوا حتى عند السيدات ما بعد 30 ايضا. أكيد. يعني ماشي غير فتره ديال الشبابيه، وكنعرفوا ان كاين ناس اللي تيجي ما تحبب حب شباب وكيمشي، وكاين اللي كيبقى. اكيد حنا الوصفات زائد ربما المراقبه الطبيه زائد الماكله، اكيد خاصها تكون متوازنه، ضروري ماشي نديروا حاجه واحده من هاد الثلاثي. خاصنا نعالجوا من الداخل هاد الوصفات كيبقاو فقط تكميليه باش كنعتنيو بها بالبشره ديالنا. نعم، هاد المكونات اللي ذكرتي الفائده ديالها شنو تدير؟ يعني هي كمكون زيت اساس ديال شجره الشاي هو منظف البكتيريا اللي كتكون على سطح البشره، وكذلك كتنشف لينا الدهون الزائده اللي كتكون على سطح ديال البشره ديالنا. نعم. داكشي علاش فاش كنديروا فوق من الحبه الصباح كتصبح كارمه، يعني كتنشف كتمتص دوك الزيوت او السيبوم اللي كيكون زايد، كتمتص دوك الدهون اللي كتكون زائده في البشره ديالنا. يعني كنهزوا غير بالكوطونتيش وكنحطوه فقط على الحبه. نعم. كنديروش على الوجه كامل، فقط على الحبه. نعم، الالوي فيرا من الامور اللي بزاف الناس ولات كتتقلب عليها من واحد المده، ملي ولاو تيتكلموا الناس على الفوائد ديالها، قيمتها ايضا والفائده ديالها على البشره ديالنا. رائعه، يعني من الاحسن يعني كل سيده تاخذ سواء لو جيل ديالها ناتشورال ولا تاخذ اللي كيتباع ويكون عندها في البيت. نعم. حيت كتدخلوا في بزاف ديال الوصفات سواء الشعر، الجسم، الوجه، هي زوينه بزاف. نعم، دونك خدينا الوصفه الاولى، واكيد مرحبا بكل مستمع ومستمعات باش انهم يكملوا معنا دائما، وتا هما يطرحوا لنا الاسئله ديالهم، اشنو الحاجات اللي ربما باغين يعرفوها كتنظيف كعنايه بالبشره وغيرها من الامور، اكيد على 0522 36 05 36. وصفات اخرى هذه المره شنو دائما في البشره؟ اكيد غادي نعطيهم دابا واحد السيروم ديال التجاعيد بواحد جوج ديال المكونات في الدار. غادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال لبان الذكر ومعلقه كبيره لبان او هذاك اللي ولينا اليوم كلشي كيعرفوا اليوم، وغادي نحتاجوا معاه زائد معلقه كبيره ديال الروز عادي، ايوه. غادي نشدهم غنقعوهم ليله كامله الصباح، غادي نوضو غادي نطحنوهم وغادي كنديروهم في الماء عادي ليله كامله، في الماء عادي ليله كامله. من بعد غير الصباح غادي نطحنوهم بداك الماء اللي كان فيهم ياك، بالماء ديالهم، وغادي نصفيهم مزيان. غادي نديرو بهم جوج، غنديرو بهم ماسك
يعني هذاك الماء غنديروا به ماسك او ميم طو سيروم سيروم اللي غيدار من مورا الماسك. بالنسبه للو كريم غادي ناخذوا داك الماء ديالو غادي نزيدوا عليه النشا غادي نديروا الحمام مريم حتى يعقد ونزيدوا عليه قطرات من زيت اللوز الحلو غيولي عندنا واحد كريم اولا ماسك غادي نطبقوه على البشره ديالنا مده 20 دقيقه ونغسلوه. بالنسبه للو سيروم نفس العمليه كتكون غير في العوض حنا ما غنديروا النشا كنديروا جيل الويفيرا. رجعنا جيل الويفيرا كنحصلوا على واحد السيروم ثقيل كنديروه في قريعه ديال اليغوت وكنبقاو نديروه على البشره ديالنا. نعم الويفيرا هنايا ما كنسخنوا ما حتى شي حاجه كنجيو نضيفوها ونحاولوا ندمجوها مع العناصر غير الاولى غير كنحركوا هكا بحركه دائريه هكذا صافي وكنديروه في قريعه ديال اليغوت وكنبقاو نديروه نابليكيو على الوجه ديالنا من الليل لليل. نعم اذا الماسك الاول داك المنقوع ديال الروز مع اللبان الذكر ليله كامله الصباح كنطحنوهم كيتصفى من بعد كنديروا في على حمام مريم يعني كاسرول فيه الماء عليه واحد زلافه اخرى وكنحطوا كنزيدوا عليها النشا وشويه ديال زيت اللوز معلقه تقريبا ولا تقريبا معلقه صغيره ديال زيت اللوز الحلو باش ما ينشفشنا البشره ديالنا وكنديروا كريم. هذا واش كنقدروا نحتفظوا به ولا كنديروا غير مره واحده؟ لا كنحتفظوا به مده 15 يوم في الثلاجه ما غيخسر ما والو لان داك الزيت دار الزيت وكذلك حتى لوبان الذكر فيه واحد الماده مضاده للاكسده ما كيخسرش لينا نهائيا هاد لو ماسك 15 يوم ونعاودوا نديروا كونتيت اخرى. غير الناس في اللبان الذكر دائما ترد البال انها تاخذ لبان الذكر اكيد يعني فوالا الناس يكون ديال المنطقه اللي مذكور فيها ومن الاحسن تكون نوعيه جيده راه هو كيطلق اللون ديالو حليبي كيكون اللون ما كيكونش بيج كيكون اللون ديالو حليبي بحال الحليب بيض. دونك باش الناس تعرف لان كلشي ولا تيتكلم عليه الناس حتى في البخور على انه كيطرد الطاقه السلبيه الناس كتعملو كتونر البشره يعني بزاف ديال الاستعمالات فبالتالي حاجه ملي كيولي ان فيها بزاف ديال الفوائد والناس كلها كتكلم عليها كيخصنا نعرفوا المنتوج فعلا واش هو هذاك ولا لا. دونك الوصفه الثانيه كانت ديال التجاعيد ديال لي غريماس اولا ديال الانطباعات فوالا وماسك اللي كيدار موراها يعني الماسك يدار موراه السيروم. فوالا السيروم بالنسبه للماسك يدار ثلاث المرات في الاسبوع والسيروم تقدر ديرو يوميا الا عندها كريم دونوي في نسبه ديال الهيدراتاسيون ديرو من مورا لو سيروم. الفتره اللي ديروا فيها الوقيته ديما نديرو في العشيه في الليل ملي تغسل وجهها يعني من الاحسن هاد السيرومات اللي كيكونوا مائيين يبقى الوجه فازك يبقى الوجه فازك ما يتنشف ما والو ونابليكيو السيروم نخليو حتى تشربوا البشره ديالنا مزيان ونديرو موراه الكريم ديالنا. ممتاز دونك شفنا معاك دابا تقريبا جوج الوصفات او ثلاثه لانها كاين واحد في زوج واكيد غنرجعوا ونشوفوا دائما الوصفات ديالك اللي كتخص الشعر وكتخص ايضا حتى الاظافر. مرحبا دائما بالتواصل والتفاعل ديالكم رقمنا راه الاشاره للجميع 05 22 36 05 36. مازال معنا كريمه البيض اللي هي متخصصه في تصنيع المواد التجميل الطبيعيه كنشوفوا معاها مجموعه من الوصفات اللي كتخص البشره ديالنا واللي كتغذيها بطبيعه الحال ومعلومات من خلالها لان دائما كنقولوا كنسولوا على صحتنا فاكيد صحه الجسم ديالنا والاعضاء ديالو داخليا دائما كنناقشوها مع الاخصائيين والاطباء. ولكن فيما يخص الجميع كنا الاسبوع اللي فات تكلمنا على لازير اليوم تنتكلموا على الوصفات الطبيعيه رفقتها واكيد مرحبا بالتواصل ديالكم على 05 22 36 05 36. شنو الماسك اللي غناخذوا دابا؟ غادي نكملوا في لي سيروم غادي نعطيهم دابا سيروم ديال الهالات الهالات السوداء وكذلك حتى دوك لي بوش اللي كيكون عندنا فوالا دوك الانتفاخات اللي تيكونوا تحت العين بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا نص كاس ديال زيت اللوز الحلو غادي نديرو فيه معلقه ديال القهوه تكون مطحونه على الليت ومعلقه ديال الشاي ديالنا حتى هو نطحنوه ونديروه معاهم وغادي نشدو ديك القريعه ونديرو على حمام مريم نار مهيله غير بدا يغلي لنا داك الماء ونطفيوه نخليوه مده 24 ساعه من بعد نصفيوه ونبقاو نديروه في داك القريعه ديال اللي قلت ونبقاو نديروه على لي سيرن على الكونتور دي زيو غير في الجناب ديالو. هاد السيروم مزيان الناس اللي عندهم الهالات ديال الصهير يعني ماشي الهالات الوراثيه او الهالات المرضيه حنا تنتكلموا على الناس اللي ربما كتعب كتسهر بزاف كيخرجوا لنا دوك الهالات هذا كيبقاو يابليكيوه من الليل لليل ومزيان حتى الانتفاخات كيف ما قلنا وكذلك دوك لي غيد اللي كيكونوا رقي وقين يلاه باينين مع مساج خفيف
يعني كتكون واحد النتيجه مزيانه كثر من اللي يدير. نعم اجي نعاودوا الوصفه باش هكذا الناس تفهمها معنا والناس اللي كتدير الكارني اولا كتقيد باش تقيد مع الوصفات. مرحبا. غادي نحتاجوا نص كاس ديال زيت اللوز الحلو، غادي نديروا فيه معلقه ديال الشاي الاخضر الشاي ديالنا اللي عندنا في الدار، نطحنوه، ومعلقه ديال القهوه حتى هي تكون مطحونه. غادي نشدوا هادشي كامل نديروه في شي قريعه ديال الزاج، نديروه في كاسترون لحمام مريم غير بدا الماء يغلي فوالا، نحيدوه ونخليه مده 24 ساعه في مكان مظلم. اييه. ونصفيه ونديروه في قريعه هذيك ديال ليغوت، ونبقاو نديروه على الكونتور دي زيو في الجناب والتحت ديال العين. بماساج خفيف، غير بماساج خفيف، غير بصبع ديالنا كنطبطبو تحت من عينينا، وكنبقاو نداوموه من الليل لليل. ممتاز. دونك هذه وصفه سهله. بزاف الناس كيتكلموا دائما على اللوز الحلو واللوز المر، دائما تيقولوا اشنو افيدهم ولا اشنو اللي نافع البشره، واش الحلو اولا المر؟ اللي شفنا معك ان الحلو كينفع بزاف اكثر. كينفع بزاف. انا اللوز المر كيعجبني في التبييض المناطق السوداء اللي عندنا في الجسم وكذلك حتى للشعر. نعم. زيت اللوز الحلو مزيان بزاف للبشره ديالنا. ممتاز. دونك هذه وصفه من الوصفات اللي هي ليسيرن اولا الهالات السوداء اللي كنقولوا ديال التعب، ماشي المرضيه اولا الوراثيه. وعلى لي غيد ديكسبريسيون اولا ديال الانطباع ديالنا ملي كنضحكوا اولا، هذا الناس اللي كتكمش عينيها بحالي مثلا، دونك يكونوا عندنا هاد لي غيد صغار في جناب ديال العين. ناخذوا ماسك اخر دائما رفقتك كريمه. غادي نعطيهم دابا واحد لو سيروم ديال تكتيف الحواجب. هادي يعني يشكرك على السيدة بزاف، لان كل يوم كيقلب على الحواجب ديالو تكون كثيفه وتكون ناتورال. اكيد. بالنسبه للمكونات ساهلين، غادي نحتاجوا واحد 3 المعالق ديال زيت الخروع. أيه؟ تكون ديال تكون نوعيته مزيانه. من الحبه هذا اللي خديناه من الصيدليه كان احسن، حيت كتكون محيده منه ديك الماده السامه. اييه. غادي نحتاجوا معاه واحد معلقه ديال نواه التمر يكون محروق ومطحون، يعني العظم ديال التمر. العظم ديال التمر غادي نجمعوهم ونحمروهم ونطحنوهم ونزيدوهم على دوك 3 المعالق ديال زيت الخروع. اييه. غادي نخلطوهم مزيان، نديروهم في شي قريعه ولا في شي ماسكارا، ونبقاو نديروهم من الليل لليل على الحواجب ديالنا وحنا كنطلعوا الفوق. نعم. ما كنسخنوش بهذا، ما كيسخن ما حتى شي حاجه، كيبقى منقوع فيه. نواة التمر كل ما بقات منقوعه فيه كل ما مزيان، يعني داك النواة راه مزيان حيت كتعطي لا كولور. يعني كنبقاو نديروها من الليل لليل، مع المده كيوليو الحجبان فيهم الكثافه، وكذلك حتى الزيده في الطول ديالهم. الناس اللي عندهم حجبانهم ما كيطولوش ليهم خفاف. نعم. دونك العظم ديال التمر عظم واحد جوج؟ لا، غادي نجمعو حتى ناخذو معلقه. فوالا، نجمعو القياس ديال المعلقه 7 ديال العظم، ونحرقوهم في المقله تيتحرقوا ونطحنوهم. يتحرقوا بزيت بلا زيت هكا؟ لا، غير بلا زغيف في المقله، نبقاو نحمروهم مزيان حتى يتحرقوا، ونديروهم مع داك زيت الخروع. يتطحنوا ويتزاد ويطحنوا مزيان بلا ما نغربلوهم، حيت اصلا غادي يطحنوا مزيان، ونزيدهم على داك زيت الخروع ونديرهم اما في الماسكارا ولا في شي قريعه، ونبقاو نديروهم مشطوبين بحجبان. الماسكارا تكون احسن، كانت عندك شي ماسكارا ديجا عفوا خاويه ديجا اولا دوك الترونسبارون تكون خاويه احسن، يعني تعرفي تمشطي بها دغيا، كيف قلتي كيعطي كثافه الحواجب، وفي نفس الوقت حتى الطول كيزيد في الطول ديالهم. نعم. الناس اللي ربما حيت كاين بزاف السيدات اللي بقوه لي تاتو اولا الميكروبليدين اولا هذا كيكون يعني بحال مثلا ملي كيديروه مره ما كيعاودوش عاوتاني قادو، هذا كيبقى كيخففوا لهم كيبقاش. هذه الطريقه باش ان الا عاود بغات تقاد لا فورم ديالو اولا بغات تخليوه هكاك بشكل طبيعي، يعني كيعطي واحد النتيجه زوينه جميله. شحال المده الناس غيسولوا شحال ديال المده؟ الوقيته اللي يبان لهم النتيجه يحبسوا. فوالا. يعني تقريبا شحال زعما؟ واش نداوموا على اسبوع يبدا تبان النتيجه؟ من الاسبوع الاول كيبداو دوك الشعيرات لما في شي بلاصه خاويه كيبداو يبانوا، كيبداو كينوضوا. مزيان. دونك السيدات اللي عندهم الحجبان ديالهم خفاف شويه يقدروا يديروا هذه الوصفه. مكوناتها معروفه بسيطة. يعني حاجات اللي ديجا تنشوفوها سواء في المطبخ ديالنا ولا في الحياه ديالنا اليوميه. ماسك اخر اللي غينفعنا؟ ماسك نعطيهم واحد لو ماسك زوين في هذا الفصل هذا ديال الخريف. غادي نحتاجوا واحد المعلقه ديال الطل الاحمر. أيه؟ الطل الاحمر غني بالحديد اللي محتاجاه البشره ديالنا. وغادي نزيدوا معلقه ديال الخرطال. اييه. ومعلقه ديال زريعه الكتان، 3 ديال المكونات مطحونين هذو كلهم، الطل الاحمر والخرطال وزريعه الكتان، نهزوا منهم معلقه معلقه، نديروهم في شي قريعه، ومن هذاك من هذيك لابودغ نهزوا معلقه ونخلطوها اما بحليب اما بياغورت طبيعي اما بالماء الورد، يعني كل وحده وشنو كتبغي. مفرع نضاوي
كل واحد شنو كيجلا مع البشره ديالها. كنابليكيو على البشره ديالنا مده 15 دقيقه وكنغسلو. نعم ما كنقومي وما والو كيتغسل؟ لا ما كتقومه ما والو. ان فوا كتحيديه كتحسي بواحد البريونس وواحد الرطوبيه زوينه في لابو ديالك. يعني هذا كادو حتى للعريسات اللي العروسه اللي تكون كتجري هي والشموشات وهاد الامور كلها فوالا. فهي مناسبه ديروا على مستوى الوجه والعنق ديالها ما تنساش اي بلاصه بغاتها توحد العلون ديالها. دونك الخرطال اولا الشوفان الشوفان زائد زريت الكتان مطحونه والطيل الاحمر ديجره مطحون كيتخلطوا كلهم كنديرهم في شي بول اولا شي حاجه وكنبداو نهزو منهم كنبداو نهزو وقت الحاجه. نعم هذا شحال مره تيدار وامتى كيدار؟ ثلاث مرات في الاسبوع اي وقيته في النهار وتكون جالسه مرتاحه وديرو تابليكي مده 15 دقيقه ينشف وتغسله وترطب من موراه بالكريم ايدراتون ديالها. ممتاز. دونك هذا ماسك كيوحد اللون ديال البشره، ماسك اللي كيرطب ايضا كيعطي اللمعان البشره ديال السيده. دونك ممتاز تحيد يعني كتلقاي واحد اللمعه واحد الجلو في البشره. راكم عارفين المنافع ديال زريعه الكتان مع الشوفان يعني واحد التوحيد فوري يعني ديك الساعه كتبان الريزلت ديالها. حتى الا كان عندك شي ايفينمون مثلا الانسان تعب في العمل ديالو وغايدير الميكاب ديالو دونك غيبان حتى الماكياج من بعد غيبان مزيان. ضروري الماكياج ملي كدير على بشره اللي هي نقيه وصحيه راه كيبان مزيان. ملي تكلمتي على البشره الصحيه والنقيه، واش هنا خاصها تكون البشره ديالنا ديجا نقيه مقوميه او لا؟ على حسب ضروري الا كنتي باغا ديري الميكاب من الاحسن ديري واحد. لا انا كندوي على الماسك. على لو ماسك هذا الماسك اللي درنا ضروري واش تكون ديجا خفيف فوالا يعني تكوني غاسله وجهك بجل نيتوايو وديري الكوماج ديالك. كل وحده وشنو كيجي معنا كيعجبني المقشر اللي ما كيكونوش فيه حبيبات السكر كيعجبني المقشر اللي تكون فيه غير مثلا زريعه الكتان او العرق السدس مطحون يتخلط مع اي زيت نباتي ونقومي به البشره ديالنا. العرق السدس هو كيعطي واحد الرغوه. عرق السدس كيعطي واحد التبييض و ميم طو كيساعدنا في التقشير ديال البشره ديالنا. دونك عاد كورتيزون طبيعي عاد ديك الساعات ممكن اننا نابليكو الماسك ديالنا كنوجدوها يعني خاصها توجد حيت كاينين ماسكات كريمه للبشره خاصها تكون متسخه. البشره خاصها تكون عاديه يعني توسخات لك يعني قبل ما تمشي الحمام دير هاد لي كوماج ديال كاينين وكاينين ماسكات اللي لا كيطلب ان فعلا المسام تكون مفتوحه ان البشره تكون نقيه. بالنسبه لهاد بالنسبه للكوماج يدار مره في الاسبوع فقط. الناس اللي عندهم الحبوب وداك الشيء من الاحسن يتفاداو المقشر في ديك الوقيته حتى ينشف الحبوب ما يبقاش عادي يديروا المقشر. الا كان الحبوب بزاف يديروا غير الماسك راه كافي باش يعطيهم ريزلت مزيانه. حيت كاين بزاف الناس ملي كيكون الحبوب على مستوى الوجه اولا كيكون داك القشره ديال الحبوب كيقول لك غندير كوماج احسن باش انها تحيد ديك القشره. هذا ربما هو الشائع عند الناس. لا الناس اللي عندهم لا غوزاسيا ولا الورديه والناس اللي عندهم حب شباب اللي هو يعني وقيته كثير من الاحسن يتفاداو المقشر ما يديروش ديك الوقيته يكتفي غير باللي ماسك راهو معاه يعطيو نتيجه اللي مزيانه. اكيد. ومني تيكون الحب شباب بالقيح او شي حاجه دائما يشوفوا حتى مع العلاجات الطبيه باش انه ينشف او يتحيد داك القيح. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم المستمعين والمستمعات. مازال رجعوا اكيد مرحبا باش انكم تشاركوا معنا وتعطيونا ايضا الاسئله ديالكم. اليوم كنتكلموا خصنا الجمال البشره والاظافير والشعر ايضا رفقه كريمه البيض اللي هي مازال معنا. كريمه البيض اللي هي اخصائيه في تصنيع المواد التجميل الطبيعيه كناخذوا من عندها مجموعه من الوصفات اللي كتنفع البشره ديالنا واكيد كتعطيها الترطيب الاشراقه واللمعان ايضا اللي كيبحثوا كثير من السيدات. شفنا وصفه ديال الحواجب ايضا الناس اللي كيكون عندهم الحواجب ديالهم شويه خفيفه اكيد هاد الوصفات كلها فغنزلوها لكم فيديو على الصفحه الرسميه شاده اف ام بعد البرنامج. مرحبا دائما بالتواصل ديالكم على 0522 36 05 36. شنو غنمشيو ناخذوا دابا؟ غادي نعطيهم واحد السيروم ديال الشعر. هذا السيروم اللي كيدار في اي وقيته ماشي بالضروره نغسلوه. المكونات ديالو غادي نحتاجوا فيه واحد 3 المعالق ديال زيت الكوكو وثلاثه المعالق ديال زيت الجوجوبا وغادي نديروا واحد جوج قطرات من زيت الاساس ديال بومبليموس باش كنضيفوا واحد الرويحه زوينه للسيروم. هاد المكونات غادي نعاودوا المكونات كريمه واخا 3 المعالق ديال زيت الكوكو وثلاثه المعالقات ديال زيت الجوجوبا وثلاثه ديال القطرات من زيت الاساس ديال بومبليموس. يعني كل وحده بغات تضاعف الكميه كتضاعف الكميه. كنخلطوهم في شي قرعه كنحركو مزيان باش كتندمجنا الكثافه ديال الزيوت وكنبقاو ندهنوا به الشعر ديالنا.
شنو تيعطي للشعر بعدا الريحه تكون زوينه؟ الريحه زوينه ديال البامبليموس كيعطي واحد اللمعان وكذلك كيحفز البصيله ديال الشعر باش طوال. هذا كيقوم بالزيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا وزيت الكوكو كيعطي الترطيب وكيعطي اللمعان. نعم هذا السيده ديرو تخليه في شعرها او ديرو قبل الحمام كتشقيقه شنو دير؟ لا هذا كيدار من مورا الغسيل. أيه؟ ملي تبغي دير البروشينغ لشعرها يديروه بنيه تنشف الشعر بفوطه عاد وديرو على الشعر ديال الاطراف ديال الشعر ديالها وحتى البنيات الصغار تقدر تدهن ليها بالشعر ديالها. نعم كيف قلتي كيعطي الكثافه كيلمع. الناس اللي كتكون عندهم القشره، حيت كاين الناس اللي القشره نتكلموا عليها اكيد ملي كتكون قشره اللي هي كثيره وهذا الناس كتمشي العلاجات الطبيه بطبيعه الحال وهذا الشيء اللي كنصحوا به، ولكن كاين الناس اللي القشره دائما كتقلقهم مثلا كطيح لهم على الحوايج خاصه ديك القشره الرقيقه شي كتحرج كتخليهم دائما في احراج. هاد الماسك هذا واش ينفع في هاد المساله هذه ولا كاين شي كادو من عندك؟ كاين بخاخ هو القشره يعني بخاخ هو اللي كيكون مزيان كتحتاجوا فيه المكونات ديالو معلقه ديال الزعتر معلقه ديال الخزامه هاد جوج مكونات كنخوي عليهم كاس ديال المطايب وكنغطيو خزامه والزعتر والمطايب وكنغطيو باش ما نفقدوش دوك الزيوت الطياره اللي كاين في الاعشاب. من بعد كنصفيو ونديرو في شي بخاخ حبه دال زدنا فيه قطرات من زيت الاساس ديال الخزامه ولا زيت شجره الشاي يعني اللي عندهم ونبقاو نرشوا به الفروه ديال الشعر ديالنا. امتى؟ قبل الغسيل ولا في اي وقيته ماشي الدار اصلا ريحته زوينه ماشي بالضروره نغسلوه يديروه الرجال وعيالات وغادي يساعدهم كذلك حتى في النمو ديال الشعر يعني الخزامه والزعتر. نعاودوا المكونات عفاك كريمه. نحتاجوا معلقه ديال الخزامه مطحونه ومعلقه ديال الزعتر مطحون وكاس ديال الماء يكون سخون يكون طايب كنرقدهم ونغطيو باش ما نفقدوش الزيوت الطياره كما قلنا في الاعشاب ونصفيهم. وكيف ما قلت لكم الا كان زيت الاساس ديال الخزامه او لا زيت شجره الشاي اللي عندهم يديروا بعض القطرات ونصفيهم ونديرهم في شي بخاخ ونبقاو نرشوهم بالشعر ديالنا حتى بدوي في الثلاجه. هذا كينبت والقشره مزيان افيكاس القشره. نعم الناس اللي كتعاني من القشره بزاف واللي كتحرج بعض المرات وحنا بزاف اللي كيبداو ملي يشوفوا هاد النوع ديال القشره كيقول لك واش الشعر ما تغسلش مزيان واش انا بدلت الشامبوان واش شي حاجه اشنو انا درت للشعر. دائما هذا هو الحاجات كان بطبيعه الحال من ناحيه الاخصائيين والاطباء اللي كيمروا معنا القشره كتجي من ستريس يعني الناس اللي كيتوتروا كتجي من امور اخرى. هادشي علاش الا كان الانسان كتكرر عنده اولا كتكون ديك القشره الليضه اولا شي حاجه من هادشي خاصو يسول الاطباء او الاخصائي في الامراض الجلديه. واكيد ملي كتكون غير حاجه اللي هي عاديه كتجي غير مع ستريس مره وهذا ممكن انا نعمل بهذه الوصفات البخاخات الطبيعيه. نكملوا دائما في هذا الاطار نبقاو في الشعر ولا نمشيو للاظافر؟ في الشعر نعطيهم واحد الزيت اللي نقدروا نشقوا به الشعر ديالنا تشقيقه. غادي نحتاجوا اول حاجه غادي ناخذوا حبه البركه يعني نطحنوها مزيان ماشي السانوش حبه البركه باش حبه البركه كنا درنا الفرق بيناتهم. حبه البركه غادي نطحنوها وغادي ناخذوا منها معلقه وناخذوا معلقه ديال القرنفل ومعلقه ديال حب الرشاط. ارجع بقى يوقفي لي عند هذه الوصفه هذه الوصفه زيت ديال الشعر اللي ناخذوا مروه من الرباط. عمل كاسك ديال الكريم. مروه السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. وي لا على خير الله يحفظك ليا. مرحبا. تبارك الله عليكم كنتفضل معكم. الله يحفظك. الله يخليك. عندي واحد لا كيسيون وجهي في التصبغات. اييه ما عرفتش من الناس. انا وجهي في الاول كان صافي كانوا فيا كان فيا غير النمش. أيه. من بعد دابا مؤخرا ولاو فيه تصبغات. بالنسبه لليطا ديال الصحه ديالي الحمد لله مزيانه. كنت في الاول كنعاني من لانيمي دابا ما بقاتش فيا. أيه. هاد التصبغات ما عرفتش واش غير من الشمس ولا وبالنسبه ليا كناخذ حتى دي زونتي ديبريسور. أيه. واش يقدر يكونوا مسببين ليا في هاد التصبغات؟ نعم هاد ليطاش اولا التصبغ. نعم كنديرها كنحس بها كتصبر ليا وجهي ما كنحسش ما كنلقاش ما كتعطيكش غزيلته مزيانه. اكزاكتومون. نعم واش واضح بعدا السؤال ديالها؟ انت فيما هو طبي سولتي لقيتي ان الدات ديالك كلها مزيان ما كاين حتى شي مشكل. فاخر الدم شافيتي منه الحمد لله. تغذيتك مزيانه صحتك مزيانه. كناكل كل ما هو هيلث الحمد لله. غنجاوبك غنخذوا هذا الكادو من عند كريمه. شكرا لك بزاف مروه الله يحفظك ليا. بقي معنا في الاستماع رجاء. شكرا لك. شكرا الله يحفظك. واكيد شكرا موصول لكل المستمعين والمستمعات اللي اكيد مرحبا بالتواصل ديالهم على 0522 36 0536. اذا نكملوا دائما في هذا الاطار هذا
رجع له وصفه ديال الزيت نذكروا بالمكونات ديالها عاد نجاوب على السؤال ديال مروه. مرحبا. غادي نحتاجوا معلقه ديال حبه البركه اللي تكون مطحونه ومعلقه ديال القرنفل مطحون ومعلقه ديال معلقه ديال حبه البركه ومعلقه ديال القرنفل ومعلقه ديال حب برشات يكون مطحون. غنشدو هاد ثلاثه المكونات غادي نزيدو عليهم كاس ديال زيت نباتي غنديرهم لحمام مريم غير بدات تطلع الغليه ونطفيو. زيت نباتي زيت نباتي اي زيت نباتي ماشي زيت العود زعما نقدر زيت العود تحيد منه نسخنوه غلا ونسخنوه باش تحيد منه الملحه هكا كنسخنوه بطريقه البغاري ولا من الاحسن ديروا زيت نباتي كيف ما كان موجوده يديروا لحمام مريم غير تطلع الغليه جميله يطفيو. دونك حب رشاد الحبه السوداء والقنفل او حبه البركه حبه البركه فوالا معلقه 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 في كاس ديال زيت نباتي نخليهم غير تطلع الغليه على حمام مريم ما غنصفيهم ما والو غنخليهم في ديك القرعه في مكان مظلم مده 3 ايام وغادي نبقاو نشدوا هذاك الزويته ونبقاو نشقوا بها الشعر ديالنا قبل من الغسيل بساعه. نعم هنا ملي غنحيدوهم من حمام مريم نديرهم في شي قرعه كتنصحوا نتوما دائما ان يكون اللون ديالها داكن شويه داكن باش نحافظوا على نوار بحال هكا باش ما تدخلش الضوء ونحطوها في شي بلاكار اللي ديجا يعني عندها فيتامين او دير واحد الكبسوله ديال لا فيتامين او باش هكذا كطوال المده ديال هذا الزيت. نعم كيبقى بحال ماده حافظه انك تحافظي عليه ضد الاكسده. نعم كتخليه تقريبا 3 ايام في بلاصه مظلمه من بعد ما غنصفيه ما والو كل ما زادت تلقوا في دوك الاعشاب كل ما كتكون النتيجه ما كيتصفاش هذا لا ما كيتصفاش يعني كنهزوا الزويته بالعشوب ديالها وكناخذوا قطن وكنشقوا به الشعر ديالنا كتشق بالقطن بالقطن بالعشوب ديالها كنشقوا به الفروه ديال الشعر ديالنا يعني غناخذوا الزيت بداك المكونات فيها الطريقه التقليديه ديال الامهات ديالنا اللي قلنا كيشقوا به الشعر ديالنا وغادي نخليوه مده ساعه قبل الغسل في شعرك في الشعر يديروا واحد الزيف ولا واحد البوني ساعه ومن بعد يدخلوا يغسلوا. نعم شنو شنو كيعطي كفائده على الشعر؟ تقويه الشعر لحد من التساقط والتكتيف ديال الشعر. نعم والزياده في الطول ديالو هادو تال البنيتات تال البنيتات فوق 5 سنوات. نعم لان حب رشاد شويه سخون شويه سخون وزائد حبه فوالا كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه يعني مجربه هذا الوصف. دونك تلقرون في الريحه ديالو حتى هي زوينه بزاف. دونك ساعه في الشعر قبل الغسل قبل الغسل البنات قل من 5 سنين ما كاينش الناس اللي عندهم التونسيون يعني فوالا يبعدوا عليه لان سخونين المكونات. دونك كيدار في حمام مريم في نص كاس ديال الزيت نباتية زيت نباتي دونك مع زيت نباتي دونك معلقة ديال القرنفل معلقة حب رشاد معلقة حب رشاد معلقة حبة البركة حبة البركة كيتحطوا في الزيت على حمام مريم مدة غير غلية يغلى الماء ونخزنوه مدة 3 أيام في مكان مظلم. نعم من بعد صافي هو صا هو كنبداو نحطوه في قرعه اللي تكون ما كتدخلش ما كتدخلش القرعه اللي تكون مصبوغه من الاولى ماشي بيضاء كيف ما قلت لكم اللي عندها الفيتامين او ديروا كمضاد للاكسده كبسوله وحده باش غيبقى لها واحد المده باش ما تعكش عليه غيبقى لها واحد المده طويله تبارك الله كاس راه فيه تقريبا 100 ايميل حتى 150 ايميل يعني راه عندهم تشقيقه عندهم زيت تبقى يعني الدار كامله تبقى يعني تترجيها صافي وكيف قلتي كديرها في قضام بدات المكونات اللي فيها وكتبدا تشقي بها الشعر ديالها يعني الله يعطيك الصحه. دونك كيف قلنا ساعه قبل الغسل تكتيف وتطويل تقدروا يديروا 2 مرات في الاسبوع في الاسبوع راه كافيه يعني من استعمال ثاني كيبدا يبان الفرق مزيان الشعر كيتحد يعني ديك الكونتيتي اللي كتكون كتساقط بها الشعر كتبدا تنقص في المشط كيبدا يبان لك الفرق يعني الشعر كيبدا ما كيبقاش بديك الكثافه في الاول داك التساقط ديالو. مزيان هنا ملي كنقولوا لحد من تساقط الشعر باش السيدات ترد البال كاين سيدات ربما حيت كيبغيو يحدوا من تساقط الشعر ما كيمشطوش شعرهم حتى الحمام لا هكذا راه غنحطو كامل فوالا فبالتالي لاحظي معايا كنريح لك شويه ديال الشعر نهار 2 3 4 5 نجي كتجمع كلهم حتى هذا وكتقولي علاش طاحت ليا كبه ديال الشعر وراه يعني ضروري غيطيح واحد شويه ديال الشعر ضروري داك داك الانسان اللي كيمشط شعره يوميا لان فيها مساج للشعر فيها الدوره الدمويه فيها بزاف د الحاجات مشطوا شعرنا يوميا دائما كنقول لهم يضفروا شعرهم هكذا كتجيهم فاسيل في المشيط في الطول ديالو كيتزاد الزغبه ما كتهرش يعني الضفره راه فيها واحد اش نقول لك انا بدا كتعجبني الضفره يعني الزغبه كتبقى في الطول ديالها ما كتكسرش فيها حكمه هذيك الضفره فوالا يعني من الاحسن يعني واخا ضفري ومن بعد جمعي باش فيه ليل عادي فوالا يعني مع الـ مع الـ الامهات مع البنيتات ديالهم في الصباح لان بزاف الامهات كيف كنقولوا حنا تتعب مع البنت ديالها
المشط الشعر هذا فهذه الطريقه كي قلتي كتلاحظي ملي كتضفري البنيه الشعر ديالها الغد اللي ملي كتبغي تمشطي لها كيجي ساهل صراحه حتى الشعر اللي كيكون كيتخبل نرجعوا نشوفوا واش كاين شي وصفه حيت كاينين بزاف ديال البنيتات اللي الشعر ديالهم تبارك الله كيكون قوي وكثيف ومزيان ولكن كيتخبل دغيا واش كاين شي وصفه انا الامهات كيقول لي عاد كاينين بزاف ديال البنيتات فعلا الام كتقول لك لا انا بغيت غنبقى ضافر عليها لان الا مشيت تحليتو من غير الحمام من غير هذا راه فعلا كيتخبل دغيا غدير ليها ماسك في الحمام غنرجعوا نشوفوا هذا الماسك مازال غنجاوب على السؤال ديال مروه غير هو البنيتات انا البنيتات لان الامهات فريمون تيعانيو يعني مشات كاين سيده تقول لك انا شعر بنتي كنبغي نمشطو لها 3 ايام حتى 3 ايام ولكن مع القرايه ما يمكنش هنا البنيتات اللي تتخبل لهم الشعر حيت كتسمعي شعرك كيتخبل دغيا اكيد بزاف بزاف شعرهم كيكون كيرلي دغيا كيتخبل ليهم واخا الموضه دابا اليوم الكيرلي اولا صراحه زوين زوين ولكن البنيتات هما ما كيبغيوش كيبغيو حتى هما الشعر ديالهم كيس يكون شعرهم حتى هما طيب انا تهما هاد الماسك يقدروا يديروا مع البرد دابا يقدروا يديروه في الحمام يعني في الحمام يدخل ديروه في الحمام لافوكا الوقت ديالها دابا موجوده ناخذ واحد النص ديال لافوكا تكون طيبه نعركوها مزيان نزيدو عليها صفار بيضه ونديرو معها الجيل ديال زريعة الكتان نعم نقول لكم كيفاش يصايبوا الجيل ديال زريعة الكتان مرحبا جوج معالق ديال زريعة الكتان كاس ديال الماء نديروه في كاسرونه نخليوه يطيب مزيان حتى غيطلق داك الجيل ديالها ونصفيو ونصفيوه بالليبه اييه نحصلوا على الوجيل هذاك الوجيل الا درتي فيه الفيتامين او كيبقى لك اسبوع في الثلاجه ما كيخسر ما والو مزيان نهزو منه واحد الكميه تاع 3 المعالق ونزيدوها على لافوكا وزيت الكوكو وصفار بيضه نعم صافي نخلطهم ونديروهم ماسك يعني نديرو ونجبدو حلي كنديرو شي ترطيب فوالا نجبدو ندورو باتشا ندورو باتشا اللي معروفه ونديرو بوني في الحمام ملي نسالي الحكان وهذا يعني باش كيعرق مع الحراره ديال الحمام ملي غتغسلي غيجي ساهل ومن الاحسن يكون شي شامبوان حتى هو زوين سون سيلفات نزيدو فيه حتى هو واحد المعلقه ديال زيت اللوز باش هكا غادي يجي ملي نغسلو به غادي يكون الشعر ليس هذا كادو للسيدات لان فعلا تنشوفوا المعاناه ديالكم في الحمام مع بنيتاتكم لان السيده تتمشط والبنت كتقصح في شعرها هو راه غير مخبل ما كيتسرح هو راه مغسول وكل شيء ما يتخبل هذا الماسك هذا غادي يسهل العمليه ديال المشط ومني غادي مني غادي نشوف الشعر ديالها ما غاديش يبقى في داك ما يبقاش مجعد غيجي رطب الزغبه غتجي طايحه دونك هذا صار للكبار صراحه الكبار يديروا مغدي نعم دونك نص حبه ديال لافوكا تكون طايبه مزيان صفار بيضه صفار ديال البيضه جوج معالق ديال الكوك والجيل ديال زريعه الكتان الكوك حنا كنعرفوه هو اللي تيكون شويه مجمد ماشي زيت الوقيته البرد راه غيكون مجمد فوالا باش الناس الصيف كيكون دايب دابا في الوقيته كيكون فحال الزبده فوالا نخلطهم مع بعض اكل معكو غير كتماكي ولا بالميكسور اييه انت تجي طلع الماسك ديه معك في شي بواطه وديريه في الحمام يعني دابا راه البرد ما يمكنش نديروه في الدار ونمشيو نديروه في الحمام في السخونيه ديال الحمام ديال الحمام السيده قبل ما تبدا تحك ولا شي حاجه ديروا انت هو اللون باش ياخذ وقت ديال في الحمام ديك ساعه ونص ديال الحمام لان هو اللي ديال ساعه ونص ماشي ساعتين ثلاثه السوايع حيت كاينين تبارك الله اللي كيقصوا ثلاثه السوايع اربع السوايع من الاحسن ديك ساعه ساعه ونص كاع هنايا مع البنت ديالك من بعد كتغسلي ليها شامبوان حتى هو نزيدو فيه زيت اللوز زيت اللوز باش هادو الناس اللي عندهم الشعر ديالهم كيتخبل ليهم في الحمام في الغسيل يعني ان فوا كدير الشامبوان الشعر كيوقف ما كيبغيش يهبط كديري زيت ديال اللوز كيسهل العمليه ديال الغسيل ممتاز ناخذوا ليلى من الصويره ليلى الو السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تفضلي ليلى كاين واحد ديال شي حبوب في الوجه ديالي نعم شحال في العمر ديالك ليلى 16 عام 16 عام هاد الحبوب واش حب شباب مقيح ولا ناشف لا لا كاين واحد ديال الراس واحد الراس اييه مشيتي ديجا عند طبيب ديال الجلد ولا لا لا مازال كتسول الدريات كتعطيني بزاف نصائح درتهم لوجهي غير ما كيزيد الجلد نعم يعني انا نعطيك الخطوه الاولى انك خاصك تمشي عند طبيب ديال الجلد باش تعرفي هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه غنعطيك نصائح من خلال كريمه صافي واخا شكرا شكرا لك شكرا لك بزاف واكيد الشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات هذا الرقم الله يعطيكم الخير ديال المسابقه راه ماشي ديال لي زابيل واتساب واتساب راه ما كنجاوبوش على لي زابيل فقط شكرا لك بزاف واكيد الشكر موصول لكل المستمعين والمستمعات ليلى المعاناه ديال بحال بزاف ديال البنات ملي كنهضوا لهم الحبوب في وجههم كاين اللي كيعرف انه
حب شباب فخي يمشي العلاجات الطبيه عند الطبيب بغى يشوف التريتمون ديالو اللي خاصو يدير باش ينشف وباش يتحيد. وكاين اللي كيبدا يسول كيف ليلى اشنو درتي اشنو هذا خاصه شفت بنات ديجا كان فيهم كل وحده والبشره ديالها فوالا. كاين اللي كيتحيد ليها راه ماشي معنيتو داك الوصفات اللي درتي مولي حيد راه كاين اللي كيتحيد ليها ولكن ضروري زياره للطبيب ضروري سيرتو في هاد الوقيته ديال المراهقه الوقيته ديال الحب شباب ديال وقيتو ضروري من التريتمون. يعني راه كيعطيوهم ديكم كيعطيوهم الدواء كيشربوه وانتو كيعطيوهم ديك كريم على الوجه. يعني الوصفات الطبيه كتبقى فقط تكميليه يعني غير باش كنعتنيو بالبشره ديالنا صراحه باش ما تضرش يعني حتى مع البرد وصغيرها. مازال ما عطيو نصائح تكلمنا على هاد الوصفه هادي بالنسبه للبنات او للسيدات اللي كيتخبل لهم الشعر ديالهم طريقه اللي كتخلي كتبقى رطوبيه من بعد ما كيمشيو للحمام وكيشوفوا الشعر. المداومه الشعر والله الا العظيم كيولي ليس. يعني راه الفوائد وصفه اللي مزيانه وغنيه يعني راه فيها بزاف ديال الفوائد صح. على كتغذي الشعر ديالنا. نعم ما بقاش لنا وقت بزاف ناخذوا ديال الاظافر عندنا نصائح واخا مرحبا. غادي نحتاجوا زيت الخروع معلقه منه وغادي نحتاجوا الضريس ديال الثومه محكوك واحد العصره ديال الحامض نخلطوهم مع بعض نخلطوهم كاملين ونديروهم في شي قريعه ولا قريعه ديال الصباغه أيه؟ ونبقاو نديروهم على الاظافر ديالنا على الجناب يعني الاخر ديال الظفر اييه وكنديروا مساج الجنب كيكون مع اللحم وكنديروا مساج الاظافر ديالنا ما كيبقاش الناس اللي عندهم الاظافر دغيا كتهرس يعني ماشي كنقولوا غتهرس هذا خاصها تشوف هذا المشكل واش عندها نقص في الكالسيوم ولا نقص في لو فيغ ولا فقر الدم ومن بعد دير هذا السيروم هذا يعني كيساعد في التقويه ديالها في التقويه ديالنا وفي الطول ديالها. نعم مزيانه صراحه انا من الناس اللي فريمون تنعاني من هذه المساله هذه غير الريحه ديال الثومه غادي ديرها وتصبر عليها تقدر تزيد واحد القطيره ديال زيت الاساس الحامض ولا زيت الاساس ديال البرتقال هذا باش تكسر ديك الريحه ديال الثومه. دونك درت ديال الثومه محكوك معلقه الخروع معلقه الخروع وعصره ديال الحامض المكونات اللي هما مقويه فوالا تخلطوا هذا كنبداو نحتفظوا به بشحال يبقى معنا تقريبا ديري يبقى تقريبا مده 10 ايام في الثلاجه دائما في الثلاجه ديرهم في شي قريعه ويبقى يدار من الليل الليل كيف ما قلت لك مع ماساج كتحفزي ديك البلاصه اللي كتطلع منها الضفر مزيان. دونك هذا ماسك ديال الوقيته ديالو الناس كلهم اليوم كيبغيو يهتموا بالاظافر ديالهم بشكل حتى للرجلين حتى للرجلين حتى الرجل حيت هو بزاف اللي كنقولوا حنا بدا جا كياكلوا الدق لان كيكونوا في السبرديلات دابا في لي بوط هذا كياخذوا بزاف ديال. دونك هادو الماسكات اللي او الوصفات اللي خدينا من الكريمه نجاوبوا على مروه كت عندها تصبغات على البشره ديالها قالت الا درت وصفه عاد ما كتزيد شنو النصيحه ديالك ليها؟ اول حاجه مروه غادي دير واحد ديتوكس اولا واحد دريناج لو كور ديالك من الداخل يعني غادي ديري من الداخل خاصك ديري واحد دريناج راهم معروفين تغسلي لو كور ديالك من الداخل بعد خطرات يتنقى بعد خطرات اي وصفه كنديروها الا كانوا عندنا السموم في الدات ديالنا راه ما كتعطيش ريزولت. السموم ماشي معنيته انا ماده سامه في الدات ولكن يعني الدات ديالنا يعني كنقولوا حنا بالدارجه واكله العصا من الداخل من الداخل كما قلتي وما فيها باس قبل ما دير الوصفه تغسل وجهها ودير قوماج تحفز البشره ديالها وتختار لو ماسك اللي غيجي معاه عندها لابو غراس غدير ماسك ديال لابو غراس عندها بشرتها سيش هادشي قلنا اليوم ديال جميع الانواع ديال البشره جميع انواع البشره يعني كل وحده كتمشي على حسب النوعيه ديال البشره ديالها مزيان مزيان قالت لك عندها التصبغات غادي نعطيها واحد الماسك تعاون به اللي هو فيه واحد المعلقه ديال عرق السوس طحون ومعلقه ديال الشوفان والراس المعلقه ديال الكركم اييه الشوفان وعرق السوس والراس المعلقه ديال الكركم غادي ديرهم في واحد القريعه وتولي تهز معلقه وتخلطوا بياغور طبيعي وتبقى ديروا ثلاثه المرات في الاسبوع ان شاء الله نتمنى على بشره نظيفه على بشره نظيفه كيف ما قلت لك مقشر مره في الاسبوع والماسك غديروا ثلاثه المرات في السيمانه ونتمنى ان شاء الله تكون النتيجه ليا مزيانه عليك. النصيحه الاولى كيف قلتي انها تنقي الدات ديالها من الداخل اكيد اكيد السيده كان ديجا عندها فقر الدم دونك خذات بزاف ديال الادويه بزاف ديال الحاجات فما فيها باس ديتوكس الدات ديالك اللي كينقي الدات ديالك اكيد. نجاوبوا ايضا ليلى من الصويره هي عندها حب هي قالت حب شباب تلمو باقي ما شخصاتش ما نقدروش نقولوا واش هو اياه ولا ماشي هو تكلمت انها كتاخذ بعض الوصفات ولكن ما كيدير لا والو اشنو النصيحه ديالك ليها؟ النصيحة ديالي أول حاجة غتمشي تشوف طبيب أكيد ضروري باش تشوف النوع ديال الحبوب إلا كان حب شباب ضروري خاصو واحد التريتمون باش يتعالج من بعد غدير الوصفات باش يحيدوا لي هادوك لي سيكاتريس بعد خطرات كيكونوا وواحد الوصفة غنعطيها ليها
واحد الغاسول بليطو غتبقى تغسل بيه وجه ديالها، غتاخذ معلقه ديال الشوفان ومعلقه ديال السدر مطحونين مطحونين، وغادي تهزهم ديرهم في واحد القريعه، بعد تقدر تضاعف الكميه الا بغات وتولي تهز شويه تحطو في يديها وترغويه مع قطيره ديال الماء، مع قطيره الماء غيطلق الرغوه وتبقى تغسل بيه الوجه ديالها مره في الصباح مره في العشيه. يعني هذه الوصفه الا ما نفعت ما غاديش تضر نهائيا، مكونات اللي هي زوينه طبيعيه وكنسمعوهم يعني يعني من الحاجات اللي كاينين. حنا دائما في الوصفات الانسان حتى الى خاف يعني ان تكون عنده حساسيه من بعض المواد رئيسه كيجرب تحت الودن او لهنا او لهنا ديال الحساسيه دائما فوالا دائما كتخلي واحد الوقت جو بونس طويل من الوقت اللي كتخلي على البشره ديالك بطبيعه الحال ملي كتغسلها وكتشوف ديك الساعه كان عندك تحسس راه تتبع كتقرصك ديك الساعه فوالا كتعرف عندك تحسس ما كانش راه الانسان كيابليكيها غير هو المحيط ديال العين نبعدوا عليه لان عنده وصفات خفيفه لان بلاصه اللي كتكون رهيفه فيها الجلده. اما ما تبقى الانسان يقدر يدير كيف قلنا الا كان الانسان عنده هالات اللي هي غدا الفيولي او لا زرقاء بزاف او لا هذا يسول الطبيب باش يعرف شنو كان الحب شباب وكان يعني في الوقت ديالو مجهد يسول الطبيب كانوا شي تصبغات اللي بغيو تتحيج وربما الدات ديالنا خاصنا نشوفوا اشنو في الدات ديالنا لداخل لان اللي كيبان على وجهنا راه كيتعكس داكشي اللي كاين في الداخل ديالنا. الوصفات الطبيعيه كتبقى من الاشياء اللي هي محببه عند الساده والسيدات كيبغيو يديروها في الدار ديالهم. كنشكر بزاف كريمه البيض انتي اخصائيه في تصنيع المواد ديال التجميل الطبيعيه وكنعرفك انك مجتهده في هذا المجال كل مره راه بدراسه يعني راه ماشي غير هكاك غير ملكه ولكن راه دراسه اللي كتاخذ منك الوقت وكل مره كتحاولي انك تعطينا حاجات اللي هي جديده. المره الجايه غنتكلموا ان شاء الله على كل بشره وشنو كينفعها من الوصفات باش هكذا حتى السيدات اللي ديجا عارفين البشره ديالهم اش من نوعيه فيها يستافدوا من الوصفات ديالك. شكرا جزيلا. مرحبا.